الغريب اللي عم تحكيه للناس ما بيفهموا لبنان، غريب اللي عم تحكيه بالناس اللي ما عايشوا بلبنان. عشنا حرب من 75، كنا نطلع نسهر وبذات الوقت ننطر ساعة القصف على الساعة، انه الساعة 4 بيقصفوا قال، ساعة 4 بنفوت لجوا، ساعة 5 بنطلع لبرا. لبنان اليوم على بداية موسم صيف، عم تحكي عن 120 مهرجان بالكرة اللبنانية، عن أكبر فنانين بالوطن العربي جايين على لبنان يحيوا حفلاتهم بلبنان. هذا تناقض موجود. تنزل على البلد بتلاقي البلد مليان مطاعمه وسهر بقلبه، وبذات الوقت أكيد مع احترامنا لكل الشهداء اللي سقطوا، في قصف وفي خوف موجود بمنطقة معينة بلبنان، وفي عمل مقاومة بمنطقة معينة بلبنان. هذه مقاومة اقتصادية وهذيك مقاومة على الحدود، لأنه بدون اقتصاد ما فيكون في وجود. لبناني ما بيعرف ما يعيش، ما بيعرف يكون موجود بدون ما طلع بحياته للبناني. باللبناني حتى بالاغتراب اليوم بتلاقيه محاط بمجموعة من الأصحاب من السهر ولتقضية الوقت وهودي كله سوا. هيدا سر لبنان. بيقول بيقول أمين معلوف إنه لبنان إذا تركته ما بيتركك. مين ما سافر من لبنان بده يرجع على لبنان. في سر بلبنان، في سر بالحياة بلبنان. هلا تنرجع للواقع اللي هو اللي على الأرض اليوم. عم نتحدث عن قطاع سياحي، ما أنا عم نتحدث عن شو مكان. بسنة 2023 القطاع السياحي دخل 6 مليار دولار من الدخل القومي. 30% من الدخل القومي بلبنان كان ناتج عن القطاع السياحي. تضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان. ما في لبنان بلا قطاع سياحي. صحيح. 6 مليار دولار؟ 6 مليار دولار من الدخل القومي، في 6 مليار اجوا من الاغتراب، 6 مليار من الدخل من القطاع السياحي، و6 مليار من باقي القطاعات بلبنان. هذا الدخل القومي سنة 2023، وهذا بناء بال 2023 كنا عم نحكي معكم عن أزمة اقتصادية أكيد، وكنا عم نحكي عن بداية حرب بال 23، باخر 23 بلش أكتوبر. حرب يعني كان انتهت، خلص الموسم. بعدين اليوم الخريطة السياحية من قسم شغلتين، في اليوم السياحة اللي عايشة بالداخلية بلبنان ناشطة كتير وضروري نحكي عن الموضوع هذا، وفي سياحة باتجاه لبنان من برا لللبنانيين اللي عايشين بالوطن العربي. عم تحكي عن 400 ألف شاب تركوا وراح يشتغلوا بالوطن العربي هيدي وبأفريقيا. هيدي كتير ناشطة، وفي انعدام كلي للسياحة الأجنبية وسياحة الاغتراب البعيد باتجاه لبنان بظل الظروف اللي نحن فيها اليوم الحالية. هذا بدي أسألك، أنا إذا بدي أقسم السياحة، حضرتك عم تحسب يعني الناس اللي هاجروا، الشباب اللي هاجروا من بعد الأزمة، يعني عم تحسبهم سواح بس يجوا؟ بتعرفي هذا موضوع، هذا موضوع بحكي وما بسكت عنه. قصدي انه هولي سواح ولا هولي اولاد يعني، هل السائح هو ابن البلد اللي راح من خمس سنين؟ اكيد لا، بس خلينا نكون نعمل نحدد شو يعني الارقام اللي عم تصدر عن مطار بيروت وعن الدوله اللبنانيه. بيقولوا لك وافدين، ولا حدا قال لك سائح اجى على لبنان. كله بيقول على حركه الوافدين باتجاه لبنان كذا مليون. عن شو عم نتحدث تحديدا؟ مطار بيروت 50% من حركته للسوريين. الاخوان السوريين ما عندهم مطار، بيروحوا بيجوا من مطار بيروت. هذا جزء من الوافدين. كل انسان ظهر من لبنان ورجع على لبنان اسمه وافد. الحركه السياحيه بلبنان بنقصنا الارقام تحديدا يلي بيدرسوها بكل دول العالم، بمعدل اقامه ليلتين ام ثلاث ليالي تيبلش ياخذ صفه السائح بقلب اوتيل ولا بقلب ريزورت ولا بقلب اير بي ان بي، ماشي من هالنوع. هذا في الوجهه تبع الاستعمال لتحكي عن سائح بده يكون سائح. انما اليوم نحن مين عم ينفق المصاري بقلب البلد؟ التحويلات اللي عم تيجي من هالناس اللي عم يشتغلوا بالوطن العربي وبافريقيا، اللي عم بيخلوا الاقتصاد يكمل عايش وعيالهم عايشين بلبنان، اضافه لمجيئهم بالمناسبات والاعياد. هن اللي عم بيجوا يحيوا حياه بلبنان من السهر والانفاق بالمالي، لانه عندهم مدخول برا بيتناسب مع هالحياه هي الموجوده بلبنان. هودي اللي عم بيعيشوا لبنان بهالفتره هيدي. انما اليوم اشتغلنا بفترة لما كان وزير كيدانيان، عملنا شغل كتير كبير بانه نحن نحضر مكاتب السفر بالعالم تيجي تشوف شو في بلبنان برودكت. هودي اللي بنظموا رحلات باتجاه دول العالم كله سوا، ونجحنا ب 400 مكتب اجوا على لبنان على سنتين على التوالي، ورجعت احيينا السياحه الاوروبيه باتجاه لبنان. والسياحه مش بس اوروبيه يعني، كان عندنا البرازيل، كان عندنا استراليا، كان عندنا كثير دول هودي يسموا سواح لما بيجوا على لبنان. احيينا السياحه السائفيه، كثير من المجموعات بتجي على لبنان بفترات لانه عنده ثروه سائفيه من خلال الاثار وغير الاثار والتاريخ، حتى المطبخ هو ثروه سائفيه.
بيجوا تقضوا الفترات الخريف والربيع يلي هن ديد سيزن، الموسم بيكون واطي كتير بهالفترات هيدي للناس اللي هن بيطلعوا على التقاعد بدول العالم كلها سوا. كل هيدي الأسواق رجعنا أحييناها وعشنا فيها، بس هلا ما في صح؟ لحد ما شو بكفي يبعث لك للريزرفيشن ديو تو سيتويشن بناء على الوضع الغي حجزي. مشان هيك اليوم من اي سنه بلشت تلنغى هول ليك نحن تاثرنا بفتره كورونا، خلصت كورونا بسنه 22 نرجع نشط هالموضوع هيدا، بسنه 23 نشط هالموضوع لحد ما بلشت الحرب بغزه باكتوبر سنه 2023 انتهى كليا هالموضوع، ما عدنا شفنا منه. يعني راحت السياحه الاوروبيه او السياحه الاجنبيه خليني اقول تاكيدا على هالموضوع. الادله السياحيين من اكتوبر لليوم ما اشتغلوا ولا نهار، ما اكلوا ولا نهار، لانه هيدا اذا ما اشتغل ما بياكل ولا عنده ضمان اجتماعي ولا عنده اي شيء. فريق من اللبنانيين اللي بيشتغل بالقطاع السياحي واساس بتسويق لبنان هيدا عايش اليوم بلا شغل، صار له 9 اشهر لتاريخ اليوم.